بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أعزائي المشاهدين إنما كنتم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج أو الوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم، أنا عبد الرحمن الكليب أتيكم في فقرة مسابقة طاقية المصاحبة لبرنامج الروشن. الله ينعم بحالكم، مع نجوم مبدعين متألقين جايين بدري بالوقت بالوقت. تحية إلى فريق الشلفة، يعني سووا تحية لنفسكم. أيضا نتحمد بالسلامة للجميل الغالي الحبوب الرائع علي الجعيدي، الحمد لله على السلامة. وأيضا هو جاي بدري اليوم ويحق له أن نرحب فيه، بالإضافة طبعا عبد الله الفريدي من فريق علاج إيش؟ علاج شعبي. خلاص يقول عنده علاج شعبي، عنده علاج طبيعي اللي هو عبد الله الفريدي، ان شاء الله نتحمد له بالسلامه ويعود الى الملاعب الرياضيه سالما غانما. في فقره مسابقه الطاقيه تعمدت اني ادخل سريعا بنفس الوقت 9:30 عشان ما يقولون والله عبد الرحمن الكليب تاخر، لان جالس انا اشوف القضايا تزداد علي، انام واصحى واشوف قضيه، ما ينفع يا جمهور ما ينفع، فلازم احد يوقف في صفي. بالمناسبه بما ان المتسابقين يعني بيرفعون اليوم قضايا عند السلطة العليا أبو سلطان تركي الدوسري، أنا مجهز 17 قضية، فبحاول بقدر المستطاع إن شاء الله اليوم، طبعا ما رح يقولون لي يعني ولا رح يسمحون لي أني أعرض 17، فبحاول بقدر المستطاع أني إيش أعرض قضية قضيتين إذا اسمحوا لي فريق الإعداد، وكلها على من؟ كلها على المجموعات. ولكن أول مرة أدخل الفقرة اليوم الرابع هدوء وراح، ليش؟ لأن فعلاً كمية الفرق فيه يعني إزعاج ومن هالكلام. على كل إن إحنا بنبدأ سريعاً لأن ما عندنا وقت، حنعرض الطواقي، حنبدأ معكم وحنبدأ مع الشباب، حتى لو جو الفريق الثاني حتروح عليهم جولة، تمام؟ نتوكل على الله ويلا بسم الله نشوف الطواقي سريعاً، وحنبدأ مع فريق الشلفة. فريق الشلفة تتحدون أكيد ما في الا علي الجعيدي، يلا توكلوا على الله. من 1 إلى 15 ومن عند من؟ عند من؟ عندك يا رشيد، يلا رشيد. رقم أربعة حيكون، افتحوا لنا رقم 4 شباب. سؤال تاريخي وبإمكانكم تتشاورون 45 ثانية معاكم، بعدين بنعرض القيمة. سؤال رقم 4 وهو السؤال التاريخي يقول على الشاشة، يقول السؤال على الشاشة، يلا خلونا نسمع بس إذا نزل السؤال. سوق كان يقصده العرب وتم إحياؤه في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. سوق عكاظ، سوق حجر اليمامة، سوق الجردة. سوق وش اسمه؟ عكاظ. سوق عكاظ. نعم. نثبت؟ ثبتوا سوق عكاظ. بما أنهم تحدوا فريق شداد، سوق عكاظ هو سوق قديم، والسوق هذا وين موجود الشباب؟ الطائف. الطائف. وكان قديما ايضا يعني يعني اللي جاي من الشام واللي جاي من كان يقصد هذا السوق ويتسوق من مرورا الى مكه المكرمه. والاجابه سوق عكاظ، اكيد ان الاجابه صحيحه. الله ما في احد ما في احد ما في احد. يلا خلونا نشوف القيمه مع بعض لفريق الشلفه. القيمه هي 4500. قوة. صح عليك يا طحان. صح عليك. يلا عشان الوقت يا شباب. يلا 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 جابوا. ألف مبروك 4500 لفريق الشلفة. نروح لإشداد ونشوف الطواقي على الشاشة. الطواقي على الشاشة من 1 إلى 15. ويا علي الجعيدي فريق إشداد، أكيد أنك بتتحدى دايركت فريق الشلفة. يلا الطاقية. شو بدي استعطاك؟ جيتكم واحد، جيتوني جماعة كلكم بالجماعة شجاعة. ليه طقطق علينا قبل شوي؟ سبعة. يا رب مو بحكم أمثالك، من أمثلة. إذا كان مثال ناخذ الحين. يلا. سبعة طاقية. تحدي حركي. أتحداك، ترى ما حد تحداني. تحدي حركي. يعني تقدر. تقدر. تمس عدك. تقدر. التحدي هو تحدي التوازن. نفس تحدي امس. تقدر تعجز بعد. يده مكسوره يعني يمديها. ايش رايك؟ اذا تقدر اقدر ولا ناخذ تحدي ثاني؟ اقدر. نقدر ناخذ تحدي ثاني. اقدر. يلا تقدر. بس استعطاف.
تحدي التوازن. اي رجل عندي اللي قويه ما ادري. تمام يلا ارفع رجل. خليه ارفع رجل. وبدا الان تحدي التوازن ونقول واحد اثنين اصبر ثلاثه توكل على الله. يلا روح تنزل رجلك على طول. ايوه خرف وعلي الجيدي تحدي. حط يدك ورا حط يدك ورا حط يدك ورا يلا حط يدك ورا تفتح يدك. ايوه نزل رجل والله نزل نزل رجل يا شباب والله نزل والله والله ما تعلس عليه ما نزل ما نزل واصل يقولوا ما نزل. يلا 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 يا سلام. الو كذا رجع يدك 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 ورا خلاص يدك ورا يدك ورا يدك ورا يدك ورا كيف اذا فتحت يدك ترى حتخسر. يلا يلا روح علي جيد وخلاص تحدي التوازن مسابقه الطاقيه الشعبيه وفي جيبه سبع لفات. الف مبروك خلف القحطاني. الف مبروك. التحدي كان تحدي اشداد رمضان وصل سبعه وراحت النقاط نصف النقاط. طبعا ما في نصف النقاط اكيد دايركت النقاط هنا هنا اكيد ان النقاط كلها حتروح لفريق الشلفة. خلونا نشوف كم النقاط اللي حتروح لفريق الشلفة. النقاط 3500. المبروك رين يا جرس والثعلب فات فات وفي جيبه سبع. الف مبروك. يلا نرجع الى طيب 3500. طيب طيب يلا الحين لا بس ابي شاي اذا تسلم. يلا هذا يده مكسوره وكسروها له زياده. يلا نروح الى الشلفة طبعا مباشرة يا شباب. الجولة الاولى انتهت يعني راحت جولة على فريق من؟ على فريق البيرق راحت جولة. يلا نروح بسم الله على بركة الله. من عنده يا شباب الاختيار؟ تسلم علي. يلا رشيد يلا الطواقي على الشاشة رقم ثلاثة. ثلاثة يلا من عنده الحين عند خلاف. يلا خلف رقم ثلاثة تتحدون اكيد دايركت الشلف اللي هم شداد. بقية رقم ثلاثة تحتوي على الله تكرار الجملة. يلا تكرار الجملة حتطلع. انت اخترت ثلاثة خليك مركز حتطلع على الشاشة دايركت وحتقولها عشر مرات. يا رب ما يعرف يا رب صعبة. حلو يا سلام. طبعا إذا راحت إذا ما قدرت حتروح إلى علي نص الوقت. يلا قط طارق نط وطق هذه قجار طارق. يلا توكل على الله. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق عيد 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 عيد. قط طارق نط وطق طير طارق. 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 قط طارق نط وطق عيد عيد عيد. قط طارق نط وطق طير طارق. 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 مبروك والله الشلفة جايين بدري ومتحمسين. والنقاط نشوف اللي في الشلفة 2000 للشلفة. الفين مبروك. يلا نروح الى فريق شداد. شداد عندك يا علي الطواقي على الشاشه 13. يلا شوف طاقيه رقم الله يسعدك 13 حلوه يا ابو كليب. ماذا شعبي شباب؟ اصبر اصبر اصبر
المثل الشعبي ايش رايكم يا شباب الان من بيمثل له؟ وين مثل له اخوياه يمكن انهم ما يجاوبون ويتعمدون. بذم ضمير يا عيال. ولا مثل انت يا عبد الرحمن؟ غير سؤال. ها؟ غير سؤال. عبد الرحمن اذا مثل انت. غير سؤال غير. عادي انا امثل له؟ عادي. انا امثل له ايش رايكم؟ لا بيقول لك ما امثل. يلا انا امثل لك، سؤال كم هو كان؟ 13. ايوه يلا. طبعا هو على الشاشه الان. دقيقة أنت أول شيء راضي إني أمثل لك؟ إن شاء الله. لا لا راضي إن شاء الله راضي؟ أي يا رجل يلا نتوكل على الله. عطوني الكاميرا هنا. عبد الرحمن تكفى. يلا. أبو شام قفل الباب. أربع كلمات. كم لولا؟ بيت. دوامة. دائرة. خلاص 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 تعال. ارجع. 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 الكرة الأرضية، الأرض، العين. العين بصيرة ولا قصيرة؟ ها. العين، الشوف. الكلمة الثانية. الناس. الكون، العالم، المجتمع، الجمع، الشعب، الكلمة الثانية، الكلمة الثانية جوزية، ها؟ الكلمة الأولى الحياة، أيوة، الثانية العين، أنظر، أشوف، تناظر أنت الوقت الثالثة، كم الثالثة؟ أربعة، ها، الرابعة، الرابعة، أيوة، الرابعة الوقت. كلها العين انتهى الوقت وش كل يرى الناس بعين طبعا الناس بعين طبعا ليه انا ما اتحدانا انا ما تتعلم عليه قلت لك اه المفترض اتحداكم يلا بعطيكم مثل ثاني عادي نعطيكم مثل ثاني عادي لا لا وني ما جيت احسن كل قلت لك وش دي ما وش معشر قلت لك عين قلت يلا نعطيهم رقم خمسة افتحوا لنا رقم خمسة بس عشان المشاهدين يشوفونه قلت لك انا ما ادري ايش تحس إذا جاوبتوا حتروح لكم. يلا. أروح أنا. أنا بس أقرأ من جديد قبل الوقت دقيقة بس. استوى. أنت اللي بتمثله مو صح أنا أتوقع إن أنا بمثل تعال. رقم خمسة. خلاص؟ يلا. واحد اثنين ثلاثة بدأ الوقت. حلو. لسه لسه ما بدأ. يلا. أنا وين؟ خلاص خلاص بدأ بدأ يلا أوكي. حنا صديقي صديقي الصديق والضيق. صديقي مثل أخوي. صديقي؟ أنا وصديقي على أخوي. أنا وأخوي على صديقي. كلمتين هي. كم كلمة؟ كم كلمة؟ كلمتين. وش ذا؟ إيش فيه؟ وش فيه صديقي؟ إيه لا 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 الضيق. من؟ صديقك رفيق السؤال. علمني صديقك أعلمك من؟ صديقك من؟ الأولى صديقك. من؟ وش؟ سلام يا سعود ليه؟ ها الصديق وقت الضيق ها الضيق صديقك ما صدقك الوقت الأولى ويش الأولى؟ هي بيها صديق الوقت هي بيها صديق انت يا شباب الوقت؟ ها 15 ثانية يلا روح وش هي وش هي؟ وش فيك؟ وش تبي؟ ما ادري عن صديقي صديقي ما ادري عنه صديقي صديقي ما ادري عنه صديقي كيف؟ اثنين صديقي واحد صديقي وقت الضيق انت الوقت ما اعرف ما يمر هذا ما اعرف وعندي ما صعب طبعا كان قلت ثمن فلوس بس اللي ما اعرفك ضيعت بكلمتين تجيني طيب نقاط اللي يعرفك ما يثمنك طبعا راحت عليك النقاط ما تجيني انا النقاط السؤال هي راحت لهم دايركت نصف القيمه خلينا نشوف نصف القيمه اللي راحت عليهم 4000 4000 راحت لهم 2000 2000 لا تمثلوا اللي طيب ما راح يعطوني طيب 2000 نقطه راحت لفريق الشلفه بالحظ بالحاله الحين عندها صح طبعا ينخصم 4000 على اشداد صح يا شباب اوه اي اي ايوه ينخصم على اشداد 4000 تجيني 2000 اي تجيك وش تجيك 2000 راحت لهم 2000 تخصم عليكم 4000 اي جوله طبعا انا وين كنا في اي جوله كانت كانت عند علي خلاص انتهت الجوله الثانيه حنروح للجوله الثالثه طبعا الان بما ان نشوف الحين السؤال اكيد انه نزل على تويتر سؤال الجمهور واللي حنسحب عليه على 500 ريال وعندي بشاره لكم جمهورنا اليوم مع الشباب ابي اعلنها ان شاء الله لكم نهايه الحلقه يلا كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي عليك تجاوب على السؤال في تاج الروشن 4 مع ذكر اسم الفريق المفضل وبالطاقيه نعرف مين الفائز يعني في هذه المسابقه 500 ريال حتروح لك 500 مباشره حتروح للفريق اللي انت تبيه المجموعه ان كان اشداد البيرك او
الشلفة كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايش رايكم كم صام الرسول؟ خمسة. خمسة مرات. خمس مرات؟ ايه. ها ايش رايكم؟ ها ايش رايك؟ خمس. خمسة صام؟ ايه. ها. جيل الشاهي الليلة. ها. نايف. أنا وإني وإني. أول شيء بسألك كم صام الرسول؟ يقولون تسع مرات. من اللي يقول؟ الإجابة يقولون تسع مرات صام الرسول، ايش رايك؟ تسع مرات. تسع مرات. خمس مرات وين خمس مرات؟ يقولها جبر. يقولها جبر. صح. طيب جاوبوا في الروشن أربعة ويا مرحبا. طبعا خلصنا جولتين. باقي جولتين. والله لقطة حلوة. الآن. صادوق. إي خلاص انتهت الجولتين، حننطلق في الجولة الثالثة وحيدخل معانا فيها البيرق. توكل على الله، يلا اختاروا الطاقية. الله يبارك. دقيقة. يلا نروح للطواقي، خلونا نشوف الطواقي. انا دحين؟ لا لا عند الشلفة. خلصوا الشلفة. لا تحدي خليك تحول لهم. يلا الطاقية رقم كم؟ الطاقية رقم تسعة. الطاقية رقم تسعة. يلا. من الإجابة عند جبرة حتكون؟ سؤال تاريخي، حيكون سؤال تاريخي وحنشوفه على الشاشة وتقدرون تتشاورون وتعطون الإجابات. السؤال يقول للشاشة وبعدها تظهر القيمة، ما هو اسم أعلى قمة في جبال طويق؟ القمة العالية أو تأكدوا من قمة عليا أو قمة نهران أو قمة فريدة أو فريدة تقريبا. يلا فريدة ونهران أو علية. علية 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 ثبتوا علية للشباب. جاهم مليون دحين. وبعد الإجابة لا أحد يجاوب إذا أحد يعرف الإجابة، إذا كانت صح أو لا. ما هو اسم أعلى قمة في جبال طويق؟ قالوا فريق الشلفة علية، وخلونا نشوف الإجابة مع بعض. وللأسف كانت الإجابة خاطئة. يس تحديتوا من؟ تحدينا نايف البيرق. البيرق تحدوا البيرق. يا الحسود. يلا يا الحسود علي خصم بالسالب أنا. خلاص السؤال الآن يلا معاك، ما هو اسم أعلى قمة؟ طبعا هاي يطلع لك نص الوقت الآن. ما هو اسم أعلى قمة في جبال طويق؟ عندك باقي نهران وباقي كامل فريدة. ها كامل القيمة. القيمة تنعرض بعدين. يلا يلا الوقت يا شباب. قمة نهران. قمة نهران. يلا خلنا نشوف نهران هل الإجابة صح أو لا. ثبتوا على نهران يا شباب. للأسف الإجابة كانت خاطئة، وبكذا نشوف القيمة اللي راحت على الفريقين. كانت 3000 وراحت على فريق الشلفة. هل تنخصم عليهم شباب؟ تأكدوا لي بس المعلومة. لو جاوبوا صح لا تنخصم. أيوة تنخصم عليكم الشلفة لأنكم ما جاوبتوا وتحديتوا البيرك. فذلك لا نص قيمة تروح له. أيوة بس ما تصح تحسب. أيوة نص القيمة راحت والثلاث آلاف تنخصم عليك كاملة. لا لا تغير فيه. لا لا انا اخذ نص القيمه. اخذ 1005. ياخذ 1005 و 3000 تخصم منك لانك تحديت ولا جواب. هذا سياستنا. اللي نعرف اذا جاوب صح ينخصم منه. خلاص اكل السمبوسه اللي في فمك اول شيء. اي البارح ما كانت طيب. اوكي يا رشيد زعلت. اسف حبيبي مخصوم عليك 3000. يلا نروح الى الفريق اشداد. اشداد يلا اختر عبد العزيز. 1500 راحت مباشره للبيرق. نايف الحالة. نشوف الطواقية الآن ليشداد. هذه الجولة الثالثة من 1 إلى 15. سؤال واحد عبد العزيز. يلا عبد العزيز. 14. 14 طاقية رقم 14 تحتوي على تحدي حركي. تحدي حركي. قبل نقول التحدي الحركي اختار لك واحد. اختار واحد اتحدى. انت تحدي اي مجموعة اول شيء؟ انت تتحدون من؟ من ال انت تحديت البيرق ولا اشداد؟ تعال تحداني ولا تعال انا لا 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 خايف عندهم مليون. خايف منه هو يعني مني. والله لا خلط خلط عندهم مليون. انا بيها بي. يلا طبعا تحدوا فريق الشلفه. يلا برايح ما هو برايح. وش التحدي؟ يلا الحين بشوف التحدي وايش؟ يلا يا اخي اصبر عندي. تعال انا قلت لك عندي. تعال هنا تعال خلينا نشوف التحدي مع بعض. اول شيء التحدي حيكون حرك راسك عكس الكلام. يلا يعني بمعنى اذا انا قلت يمين حطالع ايش؟ يسار. يسار. اذا قلت فوق تحت حطالع تحت.
نايف ذكي. ثلاث فرص ها؟ حلو. ثلاث محاولات، يلا توكل على الله. انا اللي اتكلم. انا اللي اتكلم. حلو. يلا، توكل على الله ونقول اجي هنا. كم جولة؟ اي عشان تجيبوني بالكاميرا هذه. ثلاث نقاط؟ ثلاث نقاط، يلا. ثلاث نقاط ولا ثلاث جولات؟ ثلاث نقاط. اللي يجيب ثلاث اغلاط. ثلاث جولات. يلا. اللي يغلط. طيب النبي. انا غلطت مرة، هو غلط مرة، وانا جبت. خلاص انت تفوز، انت اذا اخطا مرتين مرة حلو تفوز. حلو. طيب يلا. وقتها اول مرة وباقي جولتين. باقي جولتين. يعني ثلاث فيك. ثلاث. يلا. حلو. نتوكل على الله ونقول يمين. يمين. خلوكم معي الاعداد. يمين. يسار. تحت. فوق. 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 لا 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 لا. فوق. يمين. يسار. فوق. فوق. تحت. فوق. تحت. سريع. اللي تأخر ترى برضو محسوب عليه. فوق. خلف الآن. عبد العزيز 1-0 على خلف. يلا. والله إذا وخر. يلا. يلا. يمين. يمين. يسار. فوق. تحت. فوق. يمين. خلاص 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 تحت. يحتاج نسوي ما يحتاج. خلاص خلاص فاز عبد العزيز المغيري. الف مبروك. الله يوفقك. تحدانا. يلا عبد العزيز تحدى والف مبروك. خلونا نشوف النقاط اللي حتروح لي اشداد. يلا الف مبروك اشداد. دقيقة بس دقيقة علي، خلنا نسجل البرق. يلا خلونا نشوف القيمة شباب. حرك راسك عكس الكلام وراحت إلى فريق اشداد وهم اللي تحدوا القيمة. 5000. خمس ألاف. يلا طقية، عطوهم الطقية، عطوهم الطقية. يلا عطوهم الطقية. ريرين يا جرس والثعلب جيبوا سبع لفات. طاقية رن رن يا جارة والثعلب فات فات وفجيبوا سبع لفات. طاقية رن رن يا جارة والثعلب فات فات وفجيبوا سبع لفات. يلا قول كلمة. يلا قول كلمة. أعطونا الكاميرا هنا. أيوة يلا قول. أعيروني بعض الخوف أرهقتني الشجاعة. حي حي. مرحبا حياكم الله. يلا وعليكم السلام. نروح. يلا شباب. يلا يلا الطواقي على الشاشة والبيرق. البيرق عندكم شباب. يلا نايف. رقم 10. الطاقية رقم 10 للبيرق. تحتوي على تحدي حركي. يلا نايف تعال اختار لك واحد. تتحدون من انتوا؟ تتحدون يعني الشلفة. تتحدون الشلفة. يلا النقاط حتكون الشلفة. يلا خلنا نشوف الحين التحدي مع بعض. يلا خلنا نشوف التحدي وش اللي حينعرض على الشاشة. اتوقع انه هو والله تحدي الضغط نفسه. خليك جاهز وتذكر ايام جنتني الجميله العريقه مع الكشت. لعبتي يزهلوني بس الطريقه. يلا نايف كيفك؟ اقول لعبتي. يلا نتوكل على الله. بروح انزل اغراض وجهي. اصبر رشيد بيروح ينزل اغراضه. يلا يلا على بال ما يجي رشيد. تحدي الضغط. يلا 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 نبي سرعه اليوم. كم كم اللي يوقف؟ واحد اثنين. اللي يوقف اللي يوقف اللي يوقف خلاص اهو ده. يلا ما ادري ايش اقول. يلا واحد اثنين ثلاثة. بس بسرعة. يلا واحد بسرعة اثنين. يلا واحد اثنين ثلاثة. توكل على الله. ايوه نزول كامل. يا سلام. يبدو لي ان رشيد تعود من على ايام جنتل ونايف رفيدي يعني ياخذ الخبرة من وليد البحيح. يا سلام. روح روح رشيد ونايف. رشيد ونايف يا سلام. تحجبك يبزوغ الطاقية. روح الاعداد يشوفون. الاعداد يشوفون. الاعداد قول
يلا 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 نايف روح نايف. المبروك لرشيد رشيد. طق طق طقيه رين رين يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا سبع لفات. طق طق طقيه رين رين يا جرس والثعلب فات فات. فريق البيرق فريق البيرق تحدى يلا فريق البيرق تحدى فريق الشلفه. خلونا نشوف النقاط اللي مباشرة حتروح من فريق البيرق إلى كامل النقاط حتروح إلى فريق الشلفة. نشوف تحدي الضغط كانت 2000 صح؟ 2000 2000 كان رقم 10 للشلفة. يا سلام. طيب طبعا انتهينا من الجولة الثالثة حننتقل مباشرة إلى الجولة الرابعة. وقبل عرض الطواقي على الشاشة كم صام الرسول صلى الله عليه وسلم من رمضان اللي جابه في هاشتاج الروشن؟ 4 مباشرة جاوب واختار الفريق اللي تبي تروح له 500 ريال وتحجيجيك 500 ريال. وكما أن في هذه الحلقة سنعلن اليوم عن خبر جميل لكم وللشباب اللي معانا. نتوكل على الله. الجولة الرابعة مع فريق الشلفة. الشلفة عندهم الجولة الرابعة. نشوف الطواقي مع بعض. الاختيار عند مين يا شباب؟ خلف. يلا يا خلف الطاقية عندك واختار رقم الطاقية. رقم 6 تحتوي على سؤال شعبي. السؤال الشعبي يا خلف ويا فريق الشلفة. واللي يعرف الإجابة يا شباب لا حد يتكلم. السؤال على الشاشة يقول يا تحدون مين؟ البيرق. تتحدون من؟ اشداد. يلا يتحدون اشداد. السؤال يقول من هو الشاعر الذي نظم ابيات النشيد الوطني السعودي؟ مصطفى بليلة او محمد القاضي او ابراهيم خفاجي؟ يلا الاجابه عندك يا خلف في السريع والوقت. ابراهيم. مايكك يا خلف. مايكك يا خلف. ابراهيم خفاجي. ابراهيم خفاجي ثبت. ثبت ثبت. ابراهيم خفاجي سارعين المجد العليا هو الذي نظم ابيات النشيد الوطني السعودي. ابراهيم خفاجي. وهذه كانت اجابه فريق الشلفه. واليوم الشلفه عندهم استحوذوا على جميع النقاط وايضا هذا السؤال تضاف لهم هذه النقاط لان الاجابه صح. ابراهيم خفاجي هو الذي نظم أبيات النشيد الوطني السعودي والقيمة ستظهر الآن على الشاشة وأيضا ستضاف إلى فريق الشلفة. 2500 ستذهب إلى الشلفة. ألف مبروك. ونشوف الطواقي من جديد على الشاشة لشداد. يلا تتحدون من؟ أتحدى فريق على الأقل. من هو؟ أتحدى فريق البيرق. يلا براحتهم. يلا على الاقل في النقاط تتحدون البيرق. يلا يا شتار اختار الرقم 1. 1 1 يقول واحد. عندك يا عمر بن هدال وتكرار الجمله. يلا يا عمر يلا اجي اكرر. تستطيع. يا ليل اللي روح روح ما عليك. عمر طبعا حتنعرض الان على الشاشه ها مباشره الكلمه وحقولها لك للمره الاولى وبعدها تتوكل على الله ما ان يبدا الوقت. حبيبي تقوم درس رياضة. يلا حينعرض الآن يا عمر. يلا أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور منورنا. توكل على الله. أرنبنا أرنبنا في منور أنور وأرنب عادي أنور عادي منور. عادي خلي علي. لا لا عندك 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 عندك. يلا توكل على الله. بدأ الوقت. اقرب بدأ الوقت. يلا بدون صوت شباب. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. حلو. يلا 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 أرنبنا في منور أنور وأرنور أرنبنا عيد عيد عيد. يلا يلا بدون صوت شباب. يلا أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور بمنورنا. أرنبنا بمنور أنور وأرنب أنور بمنورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور. عيد 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 عيد.
يلا يلا دقيقة أرنبنا في منور أن اذكر الله يلا لا إله إلا الله عيد أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور بمنورنا أرنبنا في منور أنور أرنبنا في منور أنور الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت خلاص يلا معوض خير يا عمر تقول أنا عداك تقولها والله صعبة والله يلا خلينا نشوف القيمة نشوف القيمة يا شباب اللي دقيقة قبل القيمة قبل القيمة انت تحديتوا من يلا اختار واحد اختار واحد يلا يلا عند وليد البحيح الحال يلا امشي ورا بالضبط طبعا نص الوقت حنعرض لك الان ما تغيرها لا 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 ما في تغيير مايكي كميوت ما في تغيير ولا في شيء حبيبي اقولها لك ولا ما يحتاج ارنبنا في منور انور ارنب انور يلا واحد اثنين ثلاثه ما بعد بدينا يلا بدينا ارنبنا في منور انور وارنب انور منورنا ارنبنا في منور انور وارنب انور منور عيد ارنبنا في منور انور وارنب انور منورنا ارنب نافي منور انور وارنب انور منورنا ارنبنا في منور انور وارنب انور برمر اقول لك مره يلا اخر مره ارنبنا في منور انور وارنب انور منورنا ارنبنا في منور انور وارنب انور منورنا ارنبنا في منور انور وارنب انور مرورنا انت يا راشد والله انك لا حول ولا قوه يلا طبعا يصعبون علينا يصعبون علينا الشغل طيب على العموم راحت لكم نص القيمه خلينا نشوف حلو حلو راحت للبيرق نص القيمه لارنب والله ما يجيب هلا انور ارنبنا في منور انور وارنب انور بمنورنا وكانت الاجابه او القيمه اللي حتروح 2500 1250 حتروح لي البيرق الف مبروك وانتم مخصوم عليكم 2500 يلا البيرق تفضلوا الجولة الرابعة عندك يا ثامر بن مدعث يلا الطواقي عطني 15 يلا شوف 15 كيف تتحدون من تتحدون من شباب جزمه الشلفة يتحدون الشلفة يلا تكرروا الجملة رقم كم يا شباب بس عشان لاني نسيت رقم كم؟ ثامر كم اخترت رقم؟ 15 يلا 15 يلا حتنعرض على الشاشة وحقولها لك لأول مرة يا ثامر ها؟ ها؟ بقولها لك مرة واحدة بس يلا كم؟ يلا شباب واحد اثنين ثلاثة شمس تمشي وشمس مشمسه يلا يلا شمس يلا بدأ الوقت دقيقة شمس تمشي وشمس يلا مشمسة. السين عندي لخبطة بدأ الوقت يلا شمس تمشي وشمس مشمسة دقيقة لحظة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة مش مش عيد شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس يلا شمس تمشي وشمس مشمسة شمس ما يلا شمس تمشي وشمس شمس وين بس الوقت حيكون عند خلاص يلا يلا يا جبر يلا يا جبر الوقت نص الوقت صح يلا لا الوقت اذا علق طبعا الوقت اذا علق ثلاث مرات لك يلا طيب. واحد اثنين ثلاثه يلا. شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه شمس عيد عيد يلا. شمس تمشي وشمس مشمسه عيد. شمس تمشي وشمس مشمسه خلاص انتهى الوقت لا 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 وين وين ما انتهى الوقت ما انتهى الوقت وين قلت لك ثلاث ثواني ما يمدينا يا ريجي قلت لك انا الوقت علق ثلاث مرات والله العظيم اني ما اخطيت في الاخير يلا نشوف النقاط اللي راحت من البيرق النقاط راحت لكم طبعا نصف القيمه دايركت حتروح لي اشتات كم 1500 750 حتروح
لشداد 750 750 للشلفة و1500 خصمت على اشداد. الجولة احنا كنا في الرابعة صح؟ الرابعة يلا اشداد يلا خلصنا احنا منهم يلا عندكم الحين الجولة الأخيرة صح؟ الجولة الخامسة. ولكن قبل الجولة الخامسة مشاهدي الكرام نذكركم بوسم هاشتاق البرنامج الروشن 4. جاوب على السؤال اللي نزل في تويتر، كم صام الرسول صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ الإجابة ما يحتاج لها 9 رمضانات، مباشرة جاوب الروشن 4 وأضيف 500 ريال لجيبك و500 ريال لجيب الفريق اللي تفضل أن تروح له مباشرة وتدعمه في هذا البرنامج. يلا النقاط شباب انتهت يا مشمسة، خلاص انتهت يا مشمسة، جالس تكرر. يلا الطواقي على الشاشة 8 اوه ما طلعت الطواقي 8 زين عطى 8 8 حيكون مثل شعبي. من اللي بيمثل؟ تحديتوا من شباب انتوا؟ تحديتوا شداد ولا من؟ انت حدا البيرك. يلا واضح؟ لا ما مو على كيفك وداخل سوبر ماركت انت مثل ثاني. يلا يلا اصبر 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 حبيبي اصبر حبيبي ايش فيك انا جالس اعطيك حضن عشان بس ينزل على الشاشه اصبر. يلا نزل شباب ما نزل لا على المشاهد اصبر اصبر يلا 1 2 3 يلا على الشاشه الان الكلمه الثانيه الثانيه اضحك ابتسم ابتسم يا اخيك صدقه لا ابتسم ابتسم للدنيا تبتسم لك ايش فيك متحمس الاولى الاخيره ولا الاولى 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 لا اسكت حلو الاولى ما تتكلم يلا خويي ابتسم في وجه اخيك المسلم صدق خوي معي لا حبيبي مش ابتسم خول خول صديقك ما صدقك ابتسم صديق خول مبتسم خوي خول مبتسم خاو لازم المبتسم صادق المبتسم تبغى الاخر تجدوه شواد ضيعتني انت اول كلمه ايش اول كلمه صادق صادق خاو لا حد يتكلم شباب صديقك خوي صديقك ماشي 3 ثواني صديقك واحد لا حد يتكلم اتكلم انتبه تتكلم واحد ابتسم لدني ابتسم لك يلا تبي تتكلم انتوا تحديتوا طبعا وليد الفحيح يلا طبعا حيكون نص الوقت ها كم 45 ثانية حتكون 23 ثانية ما يدي وما شافه ها شفتوه يا شباب ما شافه يا حاسم يا ولد عندك ملايين الدنيا يلا وينها خلاص يلا أول كلمة أول كلمة يلا 1 طيب دقيقة متى إذا أصبر أنت في أي فريق أنت في البيرك صح؟ يلا 1 2 3 بدأ الوقت الآن خلاص خلاص شباب شباب طلعت على الشاشة جاور السعيد تسعة جاور السعيد تسعة صعبة جاور السعيد تسعة صعبة أعطونا مثل ثاني شباب شباب شلوه من الشاشة شلوه طلعت على الشاشة شلون نعيد يا بس طيب شلون الشباب لازم ياخذون القيمة كاملة يا ابوي دقيقة ايوه ايوه اي طيب طيب اعطونا قبل شلوا لنا هذه طبعا احنا في الجولة ايش الحين الجولة الخامسة الأخيرة كم باقي معنا صندوق كم باقي معنا الطاقية 3 ما فتحت صح اذا بما ان احنا الخامسة يعني باقي صندوق يفتحون افتحوا لي رقم 2 اول شيء خلونا نشوف الطواقي خلونا نشوف الطواقي على الشاشه شباب عندنا ايوه افتحوا لي رقم 2 خلينا باقي الاشداد والبيرق طقيتين رقم 2 هو حيكون مثل شعبي يلا عبد العزيز هذا مثل شعبي الاول لنا صح خلاص اكيد اكيد خلاص افتحك طويلة ما في اصبر اصبر خلينا نعده ما شاء الله شباب لا لا يلا
واحد اثنين والله حبيبي يا شباب يا شباب الله يخليكم احذفوا لنا الشاشه دي ارقد دافي ارقد ثاني من عندكم يا شباب ابو كليب انا بمثل مثل انا بمثل مثل على الحلوه بعلم كبه وش رايك راضين يا شباب ولا احنا نعطي مثل طيب احنا الحين طيب خلاص 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 تعال تعال اعطوني مثل الان قم يا عبي. ها والله عندي واحد انه فنان يصلح لي دقيقه دقيقه لأ. عشان بس الوقت اللي انا انقطع يا كان اصبر يلا واحد اصبر ابدا ارفع قم 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 وقف وش دخل قم 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 لا 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 حبيبي ابى اشرح لا 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 تشرح وتوقف حقه 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 تتسنى حقه يا كليب قضيه ابو ليل واحد اثنين ثلاثه يلا عرج الركبه تمشي اخطاء قدم ابو عبد الله كم كلمه خمس كلمات الثانيه ساق ساق قدم قدم رجل رجل مد حافك على قد رجولك مد الحافك على قد رجولك الإجابة صح مد رجولك مد الحافك مد رجلك على قد الحافك والقيمة طبعا طبعا عندنا السي جي علق والقيمة كانت 2000 لهذا السؤال اللي أخذوه تروح مباشرة من فريق من فريق الشلفة إلى إن هذا التحدي تحدي ما جاوبتوه تروح لهم 2000 مباشرة 2000 إلى للبيرك يلا شباب افتحوا لنا الطواقي الاخيره الطواقي الاخيره يا اشداد يلا اختاروا عندك يا علي اللبدان 11 وباقي لك اخر 11 يلا سؤال 11 تحدي 11 حيكون سؤال تاريخ تحديته مين يلا علي تحدثوا من؟ اعطوني ذا اللي شارب من الهواء يلا البيرق السؤال يقول على الشاشه هو سؤال سؤال 11 ما اسم اكبر قلعه تراثيه في السعوديه؟ قلعه القشله، قلعه مارد، قلعه شنقل شنقل وفت ربع قلعه شنقل ليش جاوب؟ ها؟ هو يقول اكبر قضيه بس انا اقولها على المعلوميه عطني الاجابه عطني الاجابه دي دي اكبر بس انا ما علمت انا قلت دي في تربه شنقل لا لا جاوب شنقل عطى الاجابه علي انا اختار اي وش هي يلا سريع القشله قلعه مارد قلعه شنقل تربه شنقل حق جد يلا الوقت يلا قلعه القشله قلعه مارد قلعه شنقل يلا يا علي قشله القشله الاجابه خلينا نشوف احس انا احس قلبي يقول القشله كانت اجابه علي اللبدان انت وديني وليش شلون تجاوب انا عدلت الكل اسم وقلت فتربه الموقع اي بس تقول شنقل وفتربه طيب ما لها دخل بالكبر انا ما قلت ان مساحتها كذا لا انا ما قلت لك علم الجواب صح ولا غلط ما قلت لك المعلومات ما قلت لك المعلومات انت مبسوط انها فتربه لا هذا معلم تراثي بعلم ايه بقول فتربه طيب وش رايك انت الاجابه وش صح ولا خطا؟ الظاهر القشره اكبر يا المارد يا القشره هالقشري يلا الاجابه لعلي اللبدان حتكون ما نبغي هذه تكون صحيح بعدين المبروك يا فريق اشداد 500 لا انا اقلب الكنترول فريق اشداد يلا طبعا كله ترى مبرمج يعني ما نحط شيء يلا القيمه حتكون لفريق اشداد ألف ريال لا راشد مشخصنها راشد راشد لا راشد ما له دخل ترى كله مبرمج والله كله مبرمج يعني ما نقدر نحط القيمه اخر سؤال طقم او طق وش طقم؟ طقيه رقم 12 حتكون خلونا نشوف الطقيه رقم 12 تتحدون مين؟ ها؟ عنده
يلا البيرق تحدون اشداد يلا للحين يعني ابو عبد الله لامني اخترت فريق وجاوبت ينخصم منها القيمه لا لا تعطيه تعطيه خله بس نسال السؤال بدل انا اضيف له لا هزمت افهم سؤال يلا علي السؤال يقول رقم 12 على الشاشه متى يتم رفع كسوة الكعبة المشرفة؟ في منتصف شعبان، في منتصف ذو القعدة، في منتصف محرم. ذو القعدة، ذو القعدة. منتصف ذو القعدة، يلا، ذو القعدة هو نصف شهر 11. إجابة علي باللبدان وعطونا إياها سريعة إذا كانت صحيحة ولا الإجابة صح. علي بن هادي، علي بن هادي، علي بن هادي، علي بن هادي، يلا. النقاط حتكون لفريق البيرق. يلا يلا يلا. الـ 2500 أعزائي المشاهدين انتهت فقرة الطاقية سريعاً بتأخر الفرق واللي ما لحق على الجولات ولكن ودي على طول نطلع كذا بما أنه متأخروا ما راح نخصم عليهم ولكن هدوء اليوم كان في هذا الاستوديو الجميل فتأخروا على طول تكفون لأني أنا اليوم مروق يعني وصلت إلى مراحل رقم الفطور اوه عاد الفطور اليوم عالي جدا وشكرا للي والله فطرنا اليوم اليوم واحدة أمها على قيد الحياة متوفية اليوم واحدة الله يجزاها بالخير جابت لنا الفطور ووالدتها متوفية عسى ربي يغفر لها ويرحمها ويغفر لجميع موتى المسلمين وانتهت جولة الطاقية ولكن باقي معنا دعواتكم أيضا لها 500 ريال مباشرة حنسحبها في هاشتاغ الروشن 4 وبقول لكم طبعا والله ما اقدر اخاف انك تسحب شوف كلهم يتوون يسحبون يلا حطوا لي الكاميرا هنا 500 ريال لابد تكون الإجابة موجودة يلا 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 حدثنا في الأحداث ونقول ألف 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 مبروك يلا 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 ألف مبروك لي اس ما ادري اس اتش اي تي اي ما ادري ايش الاسم 9 مرات راحت 500 ريال وصورنا شاشة مباشرة أيضا خلونا نذكر قبل نعلن أن جميع المبالغ النقدية شباب هذه معلومة مهمة بس نسمعها طبعا من بدينا الروشن واحد علي الجعيدي إذا تسمح من واحد من الروشن واحد إلى الروشن 4 سحبنا على مبالغ مادية وفي فقرة الطاقية حنسحب يوميا على مبالغ نقدية كلها عن طريق الهاشتاج المفترض يكون معنا في مسابقة طاقية اتصالات ولكن لضيق الوقت وعشان تدخلات الشباب والطواقي ما يمدينا نلحق عليها حتكون إن شاء الله جميع الاتصالات في مسابقة جمهور الروشن مع الإعلامي سعيد أبو ظهير وأنا فقط حسحب على مبالغ نقدية في هاشتاج البرنامج في الروشن 4 ويوميا حنسحب على 500 ريال 1000 ريال ال 500 ريال حتضاف إلى رصيد عشان نجمع الدرجات راحت بالإجابة 9 مرات والصقار خلف إلى الشلفة ألف مبروك الله عليك 500 ريال تضاف إلى رصيد الشلفة و500 ريال حتروح لك في جيبك وثقوا تماماً أن كيان قناة الواقع الفضائي حريص جداً أنه يوصل جوائزكم في أقرب وقت ممكن وبما أنها حوالات مالية حتتحول إن شاء الله خلال الأيام القادمة سريعاً والله ما أدري وش اسمها صورت الشاشة أنت تقول أي شذا شذا يلا الله يبيض وجهك يا شذا وشكرا وجعل فيها العافيه 500 والله يرزق صدعافه ان شاء الله وشكرا لا جعل فيها العافيه طيب تقضيها العيد يلا طيب شباب طبعا احنا خلال الايام الاربع الماضيه معانا رعاة جالسين يقدمون المبالغ النقديه تمام دخلوا ان شاء الله معانا راعي وحيخدم المشاهدين وحيخدمكم ايضا في حلوى طيب وش تخصصك وش تخصصه هو؟ من اللي اسنانه يعني يبي لها تضبيط؟ انا عندي ضرب كلكم سبحان الله حتى انا بمكتب ابوي بركب هولي سبحان الله كل المسواك
ها؟ من سؤالك ما في تقييم عندهم؟ لا لا تسوي اعلان ايش فيك؟ هم صح؟ خلاص ابغى قضية 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 تبي مسواك قضية مسكر عليك قضية هيا شيل الليل طبعا المسواك ما اقدر اسيب التقويم طيب المسواك لطب الاسنان شوف قدم لجمهورنا مبالغ نقدية وايضا قدم 10,000 ريال قسيمة علاجية في مستوصفات المسواك لطب الاسنان بمختلف فروع المملكة لا ما هو كل المتسابقين الحين بجيكم هذه للجمهور 10,000 قسيمة علاجية حتكون قسائم ب500 ب400 ب300 ب200 حتكون من نصيبكم المسواك لطب الأسنان عنده 93 فرع في أنحاء المملكة جالس يخدم جميع شرائح المجتمع وفي مناطق ومحافظات المملكة يعني في أي مكان إن كنت في الغربية أو كنت في الشرقية أو كنت في الشمال أو كنت في الجنوب أو كنت في الوسطى حيخدمك فروع المسواك لطب الأسنان طيب أيضا قدم لكم المسواك أي واحد يحتاج الابتسامة ما أدري عنها بس أي واحد يحتاج أمور علاجية تجميلية طيب أنا عندي الجماع يتحرك ما بالسنون حبيبي أنا عبد الرحمن الكليم مقدم مسابقة طاقية ما هو طبيب من المسواك بيعالجوكم إن شاء الله وحيكون إن شاء الله معانا أحد الأطباء هنا إن شاء الله 15 مرضان كيف؟ 15 مرضان كلكم الحين ما شاء الله ابتسامة عادي عندهم؟ إن شاء الله هم بيجون وإذا تحتاج ابتسامة بيركب لك 4 ابتسامات يا خلاص عبد الرحمن عندي الضرس فيه العصب وشو ترى؟ الضرس فيه العصب الضرس فيه العصب بالنسبة لوليد ما يتحرك لأنه من كثر ما عاش فأكيد ما له حل إلا أنه يرجع يصفر العداد يمكن والله طيب في بشارة طيب في بشارة ثانية طبعا هو حيجي طبيب إن شاء الله خلال الأيام ذي بيجينا عليه إن شاء الله ويحكشف عليكم وحيرتب معاكم إن شاء الله في أحد المستصفات هذا كان أيضا معانا حلوى الدار الملكية يوميا إن شاء الله حتقدم لكم حلوى ابتداء من بكرة إن شاء الله حلوى عمانية فاخرة طبعاً حلوى الدار الملكية طبعاً هم متخصصين في صناعة الحلوى وعندهم يعني بسم الله ما شاء الله بعدة نكهات والآن هم موجودين مصنعهم موجود وين؟ في السعودية وبالرياض ويخدم جميع مناطق المملكة بإمكانكم تطلبون بكرة إن شاء الله حتنزل أرقام الحسابات والطلب تبون بشارة ثالثة؟ طيب البشارة الثالثة حيكون معانا إن شاء الله مطعم أوراق التوت مطعم أوراق التوت إن شاء الله يسوي الحمد حاجة لا لا أوراق التوت متخصص يا شباب في حنا ما ناكل خضرمونات لا بلحم لحم تمنيت إني ما قلت لكم البشارات ذي بالعكس حلوة بندم أنا مروشي طيب أوراق التوت يا شباب متخصص في البوفيهات المفتوحة إن شاء الله خصص أيام متفرقة خصص أيام متفرقة حيجيب لكم بوفيهات مفتوحين ما هو يوميا أيام متفرقة وأيضا قدم للجمهور الجميل بوفيهات مفتوحة بمناسبة هذا الشهر الفضيل وفي العيد طبعا إن شاء الله هدايانا كثيرة خلاص ما تقدر تطلع تفصل خياط تطلع الساعة 6 الصباح وما تجيني اليوم متأخر جايني الساعة 10 وين نروح ننام نرجع هو يطلع الساعة 6 الصباح ما يجي الا الساعة 10 يعني مدي العصر المغرب استاذ علي تكذب نبي لنا خياط ملابس طيب اعطونا النقاط يا شباب النقاط تكلف عليهم يا رب افصل لك ايش دخل وياك يا ابو قتلني ابشروا وجبنا افضل مطعم كبسه محمد حاشي يا ابو الشلفه كم؟ ايش تبغى ما خلينا نشوف اعطوني كم مره ثانيه لا لا ما عندي ورق شباب والله اني ما اسمع قسم بالله كم ايوه حلو البيرق حلو مع ال 500 ها اللي حقت الجمهور كم يلا على العموم كيف ايه بس انه وش صفر هي راحت للشلف ال 500 لا يا ال 500 ما راحت لشداد راحت للشلفه
محسوبة. تمام شباب. طبعا هذا طبعا اليوم حاولت اني ادخل في التوقيت، بدأت 9:30 وانتهيت 10:30. احنا يوميا ترى حنطبق هذا الموضوع، لو جيت انا بدري حدخل مباشرة في الفقرة، جيتوا ما جيتوا، اليوم انتم خسرتوا يمكن ما لعبتوا الا جولة، على الجعيدي يكفي وجوده من بداية البث. لحقت الجولة الثالثة بعد ما انتهت، يعني ما لعبت الا على رقمين دقيقتين. الحالة طيب جاكم واحد وجيتوا الشلفة اليوم حصل على قوموا قوموا لازم تحيون جمهوركم. طيب خلكم بما انكم واقفين اتعبكم شوي، البيرك حصل اليوم على 3750. هذا جواب صوت. اشداد حصل على 500. اللهم اجرنا في مصيبتنا. الشلفه بعد ان كان بالامس ماينص 7000، اليوم وبجداره وباستحقاق وبحضور بدري قهوني وحيوني ورحبوا فيني 12750. يا كل حاجه رين يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا 7 لفات رين يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا 7 لفات رين يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا 7 لفات خلونا نختم بس شباب، نختم الفقرة هذه كاميرا. شكرا لطيب المتابعة أعزائي المشاهدين في الروشن 4، يوميا إن شاء الله عندنا سحوبات وهدايا في هاشتاق البرنامج مسابقة الطاقية. إن شاء الله كانت الفقرة خفيفة لطيفة عليكم. اليوم المحكمة الساعة 2:30، عندي 17 قضية أقدمها على جميع المتسابقين. ألتقيكم إن شاء الله غدا في أمان الله. طيب ايه سمعت يمكن عليك يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا 7 لفات رين يا جرس والثعلب فات فات وتجيبوا 7 لفات حي الله الروشن حي الله الروشن حي الله الروشن واهلا بشهر الخير حي الله الروشن واهلا بشر الخير يمتابع الواقع العام هذا غير خله على الروشن نجدد الماضي في عصرنا الاول ونشارك بروشن يستاهل الاول اصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الابداع يرضيكم ويرضينا حي الله الروشن حي الله الروشن واهلا بشهر الخير